يا اهلا وسهلا بيكم، وحلقه جديده وحلوه جدا من مطبخ الحياه. وصفاتنا النهارده حلوه وفيها شويه تويستات كده، يعني تغييرات. يعني هنعمل مثلا اول حاجه البصاره، بس مغيرين فيها شويه حاجات كده تبقى تصلح للجيل الجديد شويه. هنعمل ايه المقادير بتاعتنا بتاعت البصاره؟ هستعمل كوبايه ونص فول مدشوش بكون نقعاه قبلها بيوم، بصلتين كبار، معلقتين نشا، هستعمل عيش شامي، حوالي لتر ميه، مكعبين مرق الدجاج احنا عملناهم قبل كده، وبصلايه تانيه، كمون، شطه، فلفل اسود، نعناع ناشف، كوبايه ونص شبت وكزبره، لو تحبي تحطي بقدونس اوكي، راس توم، وهستعمل شويه من زيت تحمير البصل. اول حاجه هعمل ايه؟ العيش الشامي بتاعي هقطعه مكعبات واحطه يتحمر. هحمره زي ما بحمر كده العيش بتاع شوربه العدس. اوكي، دي اول حاجه هنحمره علشان يبقى مقرمش معانا. وهنجيب زيت تاني. هنيجي بقى البصله بتاعتي، انا عندي في المقدار بصلتين وبصله، عندي بصلتين شرايح، في عندي بصلتين متقطعين ترانشات، وعندي بصلايه للبصاره نفسها. فهاخد المتقطع ترانشات اعفره بالنشا، ادي معلقتين النشا، هعفرها كويس قوي بالنشا، افركه بالنشا كده علشان ينزل، علشان يلزق فيه، والباقي انزله. انا مش عايزه الزيادات، انا عايزه بس يلزق في البصل شويه نشا عشان يديني قرمشه حلوه احلى كمان من قرمشه الدقيق. وهاجي لسه الزيت عندي ما سخنش قوي، ف هبتدي اعمل البصاره نفسها. هغلي الميه بتاعتي. طبعا احنا قلنا الفول المدشوش يتناع قبلها بيوم، ليه يتناع؟ علشان يبقى سلقه سهل، سهل ان هو، ايوه ادي الفول اهو، بصوا لما اجي افركه كده يتكسر معايا خلاص. فانا هعمل ايه؟ حاجه هصفيه وهحطه في الميه السخنه مع البصله الثانيه ومع الحاجات اللي هقول لكم عليها دلوقتي. البصل بتاعي هحمره لغايه لما يبقى زي بتاع الكشري، يعني يبقى البصل متحمر كده بني محمر زي بالظبط بصل الكشري. هاخد شويه الوش اهو، اهو متحمر هنا اهو زي بتاع الكشري، وشايفين النشا عمل له قرمشه ازاي، خلاه مقرمش جدا. هاجي بقى هحط اول حاجه البصل بتاعي، البصله بتاعتي، البصله الكبيره اهي، هحطها في الميه، هحط معاها مرقه الفراخ. طبعا مستحسن انك تستعملي البيتي اللي احنا عاملينها مرقه الفراخ، و ارجعوا للحلقه هتلاقوها على الفيسبوك او على اليوتيوب، وهتلاقوا ازاي عملنا مرقه فراخ بيتي بطريقه سهله وجميله. هحط شويه شطه للي عايز، مش عايز ما تحطيش شطه. هحط كمون طبعا ده اساسي، هحط نعناع ناشف، وهحط فلفل اسود وملح، هحط الثوم بتاعي، الثوم، وهحط الخضره. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، الخضره بتاعتي، وهسيب الخليط ده كله، بس احنا لسه ما حطيناش الفول على فكره، هسيب الخليط ده كله يغلي مع الفول المدشوش لغايه لما يستوي. هاجي بقى اخر حاجه هحطها الفول اللي احنا نقعناه، بسم الله الرحمن الرحيم، من امبارح. بحطه، هي اصلا ريحتها من دلوقتي تحفه،
يعني من قبل ما نعملها وهي ريحتها تحفه. خلاص، وهاجي اشيل العيش بتاعي خلاص كده. اخد اللون الذهبي الحلو اللي انا عايزاه، بشيله بغمقه سنه عن العادي علشان البصاره، يعني عارفين البصل عليها كده ياخد لون معاها، يعني يعمل كونتراست مع لون البصاره. شايفين اللون الذهبي الغامق بتاعه تحفه، ده اللي احنا عايزينه. ما تفتحيهوش ولا لونه هيبقى زي لون البصاره، مش هيبان منها. خلاص كده اهو، هحط بقى مكانه البصل، لان زيت البصل خلاص ما سخنش، هحط البصل مكانه. وزيت البصل ده اللي انا هاخد منه شويه في الاخر، خدوا بالكم. ايوه اهو، باخد العيش كله وادي اللون بتاعه اللي احنا عايزينه، حلو قوي زي الفل. هاجي بقى مكان العيش، عايزين نغطي على البصاره تستوي. هعمل كده، هنزل النشا الزياده واحط البصل، هنزل النشا الزياده واحط البصل علشان يتحمر معايا. خلاص، وزي ما قلت لكم عايزه لونه يوصل للدرجه دي. هاجي اعمل ايه بقى؟ هشوف البصاره بتاعتي، طبعا هي لسه ما استوتش قدامها شويه عشان الفول يتسلق، فاحنا ممكن نبتدي بالوصفه التانيه علشان بصوا لسه ما استواش، لازم الفول يستوي علشان اقدر اشتغل فيها. بياخد وقت، ما بياخدش اقل من نص ساعه، تلت ساعه، 25 دقيقه، لان انا نقعاه، انا نقعاه بيغلي، بس ههدي النار شويه. وفي انواع فول اللي هو الفول البلدي ده بياخد وقت طويل على النار، فنجيب من العطار نقول له الفول انا عايزاه يستوي بسرعه، مش عايزاه يقعد لي على النار كتير. خلاص اهو، وهنخليه يستوي. هنا البصله، بصوا النشا خلاها ازاي تنشف بسرعه، وهتلاقوها في ثواني اخدت اللون، يعني ما خدتش وقت اهي، احنا لسه حاطينها. بصوا ابتدت تغمق وتاخد لون، هتلاقوها بسرعه اخدت اللون وقرمشت. خلاص هنيجي بقى هنعمل وصفه تانيه، بطاطس بانيه. ريحه البصاره، ريحه الخلطه دي فظيعه، ما انا مش عايزه اسهى على